اجتمعنا اليوم للاستمتاع والإمتاع في شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صديق رائع جدا. كذلك واحد السير واحد الامر اللي هو يحيل على الشهاد وعلى الجده. والله العظيم لولا ما اكون اعرف متزوجه لزوجته، لكن للاسف شاءت الاقدار ان كان متزوجا. تفضل استاذ كريم الكريم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحه هذه المناسبه هذه وخاصه اللغه العربيه مستوى ديال البروتوكول ما نقدروا شيء على الموضوع بالدارجة باش الناس كاملة تهلا، و يعني البلان ديالنا يوصل للقلب الجميع. كما كيقول هشام الجخ الشاعر المصري، ألست من قلتم أن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد. هاد الجمعية هادي اللي كان مولود ديالها سنة 2021 في الوقت ديال كورونا، جات الفكرة من العديد من الشباب، يعني هما مغاربة من جميع الأحياء ديال مدينة طنجة. هاد الجمعية هادي كتشتغل أنها كتهدف إلى ما هو ثقافي، إلى ما هو علمي، إلى ما هو تربوي، إلى آخره. جمعية أحياء الشباب قامت بواحد البادرة، واحد المسابقة ديال تحت عنوان وسام القرآن للموسم التالي. هاد المسابقه هذه صراحه الله خدات منها جهد كبير وجهد جبار صراحه الله، وكنلاحظوا ان كاين واحد الفرق ما بين السنه الاولى والسنه الثانيه. طبيعه الحال كانوا مشاركين جدي المشاركين من مدينه طنجه ومشارك من مدينه الدار البيضاء. الحمد لله وفقنا الله تعالى اننا نمرهم جوائز قيمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. رابط مكتوب غادي تجبروه تما، يمكن لكم تدخلوا في جوجل ديكم داخل الرابط هنايا، راه هو www.c7.com الى غير ذلك. من بعد كتدخلوا هذا الرابط هذا في جوجل وغيدخلكم مباشره للمسابقه. وكذلك بناء على الملاحظات ديالكم دائما القرانيه خالصه أو الحائزة على المرتبة الأولى إمام الزاوية. الفاز الذكي 50
إذا حاضر معنا بقوة ليشجع ابنته وأمها كذلك تقوى. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يسمح لنا بالوالدين وكنشكروا بزاف الأسرة ديالها على هذه المرتبة. سيان إلى المثلي كذلك حاضر معنا ليشجع ويحفز بصفته فاعلا جمعيا وخبيرا في الاقتصاد التضامني والاجتماعي. إمام بن زاوية الحاصل على المرتبة الأولى في النسخة الثانية من وسام القرآن الجائزة المقدمة للبوكس. صراحة شعور لا يوصف، حيت كنت يعني كنظن بأنني نقدر نكون يعني في الرتبة الثالثة ولا الثانية، لكن الرتبة الأولى صراحة تفاجأت بها بزاف. كنشكر بزاف الناس اللي صوتوا عليا والحضور، كذلك كنشكر بزاف جميع رحلة الشباب لهذا التنظيم الرائع. أنا كنت متأكد منها لأن هي منذ الصغر ديالها وهي كتستاهل مزيان، وما قدرش نوصف لك هذا الشعور ديالي وهذا الفضل كيرجع للأم ديالي والوالد ديالي اللي مساكن راهما في العمرة، وهما تاهما سهروا على هذا لأنهما اللي تنتجوا هذا المنتوج هذا. المسألة ديال الأخيرة هو الإنسان يهتم بالقرآن الكريم وخاصة تجويد القرآن الكريم، حيت من أعظم النعمة يعني اللي قدر الله سبحانه وتعالى يمن علينا. والحمد لله وكنشكر الأم ديالي بزاف، حيت هي اللي لها الفضل الكبير كامل باش تكون أنا واقفة هنايا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.